هاي جريسكس، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في فريق واو تيم. النهارده ان شاء الله هنكمل ريفيجن على يونت 1. If a man drinks 21 glasses of milk weekly، نخلي بالنا كويس من كلمة weekly. Then the rate of what she drinks daily is dots glasses. السؤال هنا بيقول لي ايه؟ هي بتشرب 21 glasses في الاسبوع. يعني weekly دي معناها كل اسبوع، يبقى كل اسبوع هي بتشرب كام؟ 21 glasses of milk. عايز اعرف يبقى هي في اليوم بتشرب كام؟ كام كوباية؟ طب انا عارفة ان ال 1 week equals 7 days. يبقى هعمل ايه؟ هعمل 21 divide 7. هي بتشرب 21 glasses of milk في الاسبوع، يبقى divide 7 عشان اعرف هي بتشرب كام كوباية في اليوم. 21 divide 7 equals 3. يبقى هي بتشرب 3 glasses per day. Okay. Question number 2 of lesson B. The ratio between the side length of a square. Here's a square. Nanna Loza. ايه نانا، ايه اللي جابك هنا؟ ازيك يا مرمر، عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. انت ايه اللي جابك هنا؟ اصل انا عندي تصوير بعدك بشويه فقلت افتح عندك. طب ماشي، بس انت مش هتيجي تصوري دلوقتي يا نانا لوزة؟ انا بعدك يا حبيبتي. طب ما انا دلوقتي اللي بصور يا نانا لوزة مش انت. يعني امشي؟ لا خلاص يا نانا لوزة خليكي. انا قلت اجي اقعد معاكي شويه. ماشي يا نانا لوزة، بس انا بصور دلوقتي وبشرح حاجات كده لجريس 6. مش هعمل حاجه يا حبيبتي، انا هتفرج عليكي. هتفهميني طيب؟ ايه؟ هتفهميني؟ ايه؟ هتفهميني يا نانا لوزة؟ اه يا حبيبتي. انت كنت بتحبي الماس يا نانا لوزة صحيح؟ ما قلتليش، كنت بتحبي الماس؟ اه ده انا كان عندي مستر حلو قوي كان بيفهمني. بجد يا نانا لوزة؟ اه. عمرك ما حكيتيلي عليه، طب ممكن بعد ما اشرح تبقي تحكيلي عليه؟ اه يا حبيبتي لما نخلص نقعد بقى نحكي. خلاص ماشي يا نانا لوزة، يا ريت تقولي لي انا بشرح حلو زيي ولا لا؟ ماشي يا حبيبتي، يلا وانا هتفرج عليك. ماشي يا نانا لوزة. The ratio between the side lengths of a square. يبقى هي انا دلوقتي هنا عندي سكوير، بيقول لي الريشيو بين السايد والبريمتر از. انا عايزه هنا اعرف ايه الريشيو بين السايد والبريمتر. كنا دي يا جريد 6 من الحاجات اللي قلنا لازم نخلي بالنا منها. انا عارفه ان السكوير ان اول سايد از ايكوال ان لينث، صح؟ يبقى انا عندي هنا السايد اس والبريمتر بتاع السكوير عشان هما كلهم ار ايكوال ان لينث، يبقى البريمتر سايد بلس سايد بلس سايد بلس سايد، يعني سايد تايمز 4. يبقى البريمتر اوف سكوير سايد تايمز 4. يبقى اس 2 سايد تايمز 4. اوكي، هنلاقي هنا ان السايد هكنسلها مع السايد، هيفضل عندي ايه؟ 1 2 4. يبقى الريشيو بين السايد بتاع السكوير واللينث، السايد لينث سوري والبريمتر 1 2 4. اوكي، ربنا بحرسك يا بنتي، شطوره اسم الله عليكي. شكرا يا نانا لوزه. بعد كده بيقول لي ريشيو بتوين ذا سيركمفرنس اوف ذا سيركل اند ديامتر. طبعا احنا عارفين من جريد 5 ان السيركمفرنس بتاع السيركل ايكوالز ايه؟ عندي تو رولز. خلاص هنا عندي ديامتر، فانا هستخدم الرول اللي فيها الديامتر. اوكي، يعني باي دي، عندي باي دي تو ديامتر اللي هو ايه ده يا حبيبتي؟ ده السيركمفرنس يا نانا لوزه. اللي هو ايه يا قلبي؟ السيركمفرنس يا نانا لوزه اللي هو زي محيط الدايره كده بالعربي. هو انت يا نانا لوزه كنت بتاخدي ماس ولا حساب؟ ايه؟ كنت بتاخدي ماس بالانجلش ولا حساب؟ كنت باخد الاثنين. الاثنين ازاي يا نانا لوزه؟ ما هو يا دايره ده يا حبيبتي اهو اي حاجه. هو انا طب انت فاكره القانون يا نانا لوزه بتاع محيط الدايره بيساوي كام؟ لا يا حبيبتي فكريني. ما هو كان ليه قانونين يا نانا لوزه. اقول لك بالعربي ولا بالانجلش طيب؟ لا قولي باي حاجه. طيب هقول لك بالانجلش عشان احنا بنشرح ماس. اتفضل. 2 باي ار او باي دي. ايوه هو ده افتكرت. طيب الحمد لله. ماشي يا نانا لوزه. الريشيو بتوين ذا سيركمفرنس اللي هو باي دي تو الديامتر اللي هو دي، هكنسل دي ودي، هيفضل عندي باي تو ايه؟ باي تو 1. باي تو 1. طبعا الحاجات دي سهله جدا يا جريد 6، هي بس عايز تبقى عارف الرول وهتعملها على طول. اوكي،
little d if the ratio between the measure of the angles of triangle. طبعا احنا عارفين من جريد 4 ان التريانجل عنده كام انجلز؟ عنده 3 انجلز. اوكي؟ والسم بتاعهم 180. يبقى انا هنا عشان اجيب الريشيو هقول ان الريشيو بين first angle to second angle to third angle to sum. ليه هنا بقى قلت sum يا grade 6؟ عشان انا عارفه ان sum measure of interior angles of triangle is 180. هو قال ان الريشيو ايه؟ 1 to 2 to 3. يبقى 1 to 2 to 3. وتعالوا نجيب الصم بتاعهم 3 بلس 2 5 بلس 1 6. وانا عارفه ان الصم بتاع الميجر اوف انجلز بتاعت التراينجل از 180. هو هنا عايز ايه؟ عايز ذا سمولست انجل، يعني مش عايز الثلاثه، مش عايز ال 3 انجلز، لا عايز السمولست انجل. طيب تفتكروا كده في الـ 6 اصغر انجل هي ايه؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الأولى ليه؟ لأن الريشيو بتاعها هنا أصغر ريشيو. هنا عندي 1 2 3 يبقى هي دي الـ smallest angle. هجيبها ازاي؟ زي ما احنا عارفين هقول 1 تايم سوري 180 تايمز 1 ديفايد 6. أوكي؟ يبقى الـ smallest angle equals 180 تايمز 1 ديفايد 6. By using calculator يا نانا لوزة هنستخدم الكالكوليتر عادي خالص هنطلعها وكمان ممكن من غير كالكوليتر يا نانا لوزة نشغل مخنا شوية ديفايد 6 ب 1 وهنا ديفايد 6 هتطلع كام؟ 50 تايمز 1 هتطلع 50 ديجري. والله يا حبيبتي المنهج اتغير قوي على ايامنا كان سهل وبسيط قوي. وهو ده صعب يا نانا لوزة؟ يعني شوية. لا مش صعب. بجد والله؟ بجد والله يا نانا لوزة. طيب يا هما فاهمين مش انتوا فاهمين يا جريد 6؟ يا ريت اللي مش فاهم حاجه وعنده اي سؤال يسيب لنا تحت في التعليقات. اه يا حبيبي عشان تفهموا الامتحانات قربت ولازم ترجعوا. ما هو انا بقى يا نانا لوزة عشان كده قلت اعمل لهم ايه ريفيجن على كل يونت. كتر خيرك يا حبيبتي يجي الف ميزان حسناتك يا رب. ربنا يخليك يا نانا لوزة. بس انت ما قلتليش يا نانا لوزة انا عندك تصوير النهارده. اه يا حبيبتي كنت عاملها مفاجاه للقناه. وعاملها مفاجأة ليه؟ ما تقولي لنا كده عشان نبقى معاكي. لا يا حبيبتي خليها بقى تتفرجي على الحلقة بتاعتي. ماشي يا نادا لوزة. If the ratio between the perimeter of rectangle، احنا هنا زي ما قلنا برضه في الحلقة اللي فاتت عندي هنا rectangle فلازم أعرف الرولز بتاعتها اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. خلاص؟ And يبقى هنا عندي ratio بين ايه؟ البريمتر واللينس. يبقى perimeter وقلنا طبعا في الريشيو ان الاوردر از فيري امبورتنت. هو قايل اول حاجه ايه؟ البريمتر وبعد كده اللينس. يبقى بريمتر تو لينس 8 تو 3 اوكي. بعد كده مديني البريمتر بكام؟ 64. يبقى تحت البريمتر هكتب 64. تعالوا بعد كده هو عايز ايه؟ عايز اللينس وممكن يطلب بعد كده الاريا، يعني ممكن يطلب اللينس ويطلب الاريا لو هو مدينا الويدث، بس هو هنا مش مدينا الويدث. اوكي؟ يبقى انا محتاجه اجيب اللينس. هجيبها ازاي؟ هقول اللينس equals 3 times 64 divide 8. يبقى 3 times 64 dividing by 8 by using calculator. وممكن برضه من غير calculator كده نشغل مخنا شويه يا grade 6. divide 8 1 وهنا divide 8 بكام؟ ب 8. وبعد كده هعمل 3 times 8 over 1 24 over 1 اللي هي equals 24. ورجعنا لكم تاني نكمل بقى. letter F the ratio among the height of three buildings is 3 to 5 to 7. If the height of the first building is 18 meter, calculate the height of the second and third building. يبقى هنا هو مديني ان الريشيو between three height building okay 3 to 5 to 7. يبقى هكتب كده الفيرست 2 second
خير، انا بترجم بس اللي هو كاتبه يا جريل 6، ما عملتش حاجه. هو مديني انا ريشيو 3 تو 5 تو 7، يبقى كتبت ان الفيرست بيلدينج تو سكند تو ثيرد، هكتب تحتها بقى 3 2 5 2 7. اوكي، بعد كده بيقول لي ان الهايت اوف ذا فيرست بيلدينج از 18 متر، يبقى تحت الفيرست هكتب 18. ما احنا عارفين ان اللاين الاولاني ده بتاع الريشيو واللاين الثاني ده بتاع الفاليو. اوكي، بعد كده هو عايز السكند ريشيو والثيرد ريشيو. ايزي جدا يعني، مفيش اي حاجه، انا هعمل كل اللي انا كتبت ال 18 تحت عشان هي الهايت بتاع الفيرست بيلدينج، كتبتها تحتها، وبعد كده بالطريقه اللي احنا عارفينها عادي خالص هجيب السكند الهايت بتاع السكند بيلدينج والثيرد، وهو ده اللي هو عايزه. طيب اجيب ازاي بقى؟ هقول ان انا عندي السكند ايكوالز 5 تايمز 18 ديفايد 3، 5 تايمز 18 dividing by 3، وباي يوزنج الكالكوليتر هطلعها، وبرده هي سهله ممكن نطلعها without calculator. divide 3 equals 1، وهنا divide 3 equals 6. 5 times 6 بكام؟ ب 30. يبقى السكند از 30 متر، لان انا عندي هنا متر. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف الثيرد. 7 times 18 divide 3. اوكي؟ يبقى 7 times 18 dividing by 3، نفس الكلام divide 3 1 divide 3 تطلع كام؟ 6. هقول على طول 7 times 6 equals 42 meter. اوكي، if the ratio among the shape of هادي عمر and ادهم، يبقى انا عندي 3 person، مين هم؟ هادي وعمر وادهم. الريشيو بينهم 5 to 6 to 9. اوكي، نفس هترجم نفس الكلام برضو، هترجم المساله بتاعتي واللي هو كاتبه هكتبه بس زي ريشيو. يبقى هعمل هنا هادي 2 عمر 2 ادهم. اوكي، هو قايل ان الريشيو كام؟ 5 to 6 to 9، يبقى هكتب كده. واحنا قلنا ان الريشيو لازم الاوردر از فيري امبورتنت. اوكي، يبقى 5 to 6 to 9، يعني هو قال لي الاول هادي وبعد كده عمر وبعدين ادهم، اكتبه زي ما هو قال هادي عمر ادهم، والريشيو 5 to 6 to 9. نكمل بقى، بيقول لي if the difference between the share of ادهم and هادي، يبقى انا هنا هعمل ايه؟ عملت الريشيو هادي تو عمر تو ادهم تو difference، لان هو قايل هنا ايه؟ difference، وdifference معناها ان انا هعمل ايه؟ minus. طب اعمل ماينس ايه؟ الثري ريشيو من بعض؟ لا طبعا، هو قايل الديفرنس بتوين ايه؟ ادهم وهادي، فانا هاجي عند ادهم وهادي اعمل لهم ماينس، يبقى 9 ماينس 5. اوكي؟ 9 ماينس 5 از 4، وهو قايل ان الديفرنس بكام؟ ب 400 باوند. طبعا ايه الاي دي؟ هي ليفر ايجيبشن، او ممكن اقول عليها باوند. اوكي؟ يبقى هنا هكتب تحتها 400. هو عايز ايه؟ عايز الشير اوف اتش 1، عايز نصيب كل واحد هياخد كام؟ تمام؟ بسيطة جدا زي نفس الطريقة اللي احنا حلينا بيها الريشيو اللي قبل كده، هجيب نصيب هادي هقول 400 تايمز 5 ديفايد 4، وعمر 400 تايمز 6 ديفايد 4، وادهم 400 تايمز 9 ديفايد 4. اوكي؟ هنكتبها بس هنا. يبقى هادي equals 5 times 400 divide 4. 400 divide 400 equals 100. 100 times 5 يبقى 500. اوكي، يبقى نصيب هادي 500. هنيجي بقى نشوف نصيب عمر. 6 times 400 divide 4. 6 times 400 dividing by 4. نفس الكلام دي 400 divide 4 100. 100 times 6 يبقى equal 600. بنفس الطريقة هجيب the share of أدهم أو نصيب أدهم، هيطلع برضو إيه؟ 9 times 400 divide 4. 9 times 400 dividing by 4 هتطلع 900. تمام؟ والله نخلي بالك، ربنا يكون في عونك. إيه رأيك يا نانا الوزة؟
جميلة يا حبيبتي والله، ربنا يبارك لك. يا رب بس تكوني يعني مبسوطة معانا. اه يا حبيبتي. ونكمل ليتر اتش، نخلي بالنا كويس قوي منها. ايه هي؟ بيقول لي ذا دوتس از كومبيرينج بتوين تو كوانتيتيز باي ديفرنت كايند. ايه هي بقى، ريت ولا ريشيو؟ هو ريشيو برضه كومبيرينج بتوين تو كوانتيتيز بس هاف ذا سيم يونت. لكن مين اللي بيعمل كومبيرينج لتو كوانتيتيز باي ديفرنت كايند او وذ ديفرنت كايند؟ هو ريت. يبقى هكتب هنا ريت. ونخلي بالنا من السؤال ده عشان بيجي كتير في الكومبري في الامتحانات، واوقات يعني الطلبه بتقع فيه او يعني ما بياخدوش بالهم. خلاص اخر سؤال بقى معانا النهارده. اف شيماء سبين 60 باوندز within 3 دايز then the rate، يبقى انا عايز هنا الريت. اوف شي سبينز بير داي، عايز هنا الريت. بيقول لي بير داي يعني السكند يونت تبقى الداي. مش احنا عارفين ان الريت هو كومبير بين تو ديفرنت كوانتيتيز؟ بس هشوف بقى هو انا هعمل بقى 60 ديفايد 3 ولا 3 ديفايد 60. هو قايل لي هنا بير داي، يبقى السكند يونت هي الداي، يبقى هعمل 60 ديفايد 3. يبقى 60 ديفايد باي 3 ايكوالز تطلع بكام؟ ب 20. اوكي 20 ايه بقى؟ باوندز بير داي، باوندز بير داي. يعني طبعا احنا عارفين ان في الريت بخلي بالي كويس قوي، انا كاتبه مين اليونت الاولانيه؟ ال 60، 60 دي بتاعت ايه؟ الباوند. اكتب باوند وبعدين ال 3 دي بتاعت الداي، يبقى باوند بير داي. وهو هنا اصلا في السؤال كان عايز نعملها ايه؟ بير داي. وبكده نكون خلصنا اول ريفيجن معانا في جريد 6 على اول يونت. يا رب تكونوا استفدتوا معانا. تسلمي يا حبيبتي والله تعبت. ربنا يخليكي لنا اللوزه. وبكده نكون خلصنا معاكم اول جزء في ريفيجن جريد 6 على اول يونت، واستنونا في حلقات تانية جديده مع واو تي. باي باي.